تتألف المعارضة المسلحة في سوريا فقط من التنظيم المسلح المسمى بالجيش الحر، وهو عبارة عن مجموعة من الضباط والجنود الذين انشقوا لرفضهم تنفيذ أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، كما يضم مجموعة من المدنيين الذين آلمهم ظلم الشعب الأعزل فقط. هذا ما يمكنك متابعته على شاشات بعض محطات الأخبار. اختار ثلاثتهم الانضمام للجيش الحر وعدم العودة إلى مناطقهم، وهم يأملون أن ينشق زملاؤهم وألا يضطروا لقتلهم. كانوا يأمرون بقصف المدنيين العزل والدمار والقتل والأطفال، وفي الفترات الأخيرة كانوا يضربون بالصواريخ على المناطق. أثناء معركة جسر حوران قمنا بتأمين العديد من الانشقاقات من الجيش النظامي. يذكر السوريون جيدا أنهم وبعد مرور نحو 6 أشهر من أزمتهم استفاقوا ذات صباح، فركوا عيونهم بعد سماع أخبار عاجلة تفيد بتشكيل تنظيم عسكري جديد لم يسمعوا به قبل ذلك، سمي بالجيش الحر، كعدو ومحارب للجيش الذي لا يعرفون غيره حتى ذلك الوقت، الجيش العربي السوري. بعد نحو 2 سنين من ذلك يتحدث أحد ضيوف محطات الأخبار العربية، يتحدث بأن اليد الطولى فيما أطلق عليه اسم الجيش الحر هي لمن وصفهم هو بالغرباء. من الذي استجلب هؤلاء إلى حلب إن كانوا غرباء عنها؟ طبعا كانوا غرباء عنها، هذا الموضوع موثق الآن ومثبت أنهم هم ليسوا سوريين، هم مجموعة من الأجانب لأنهم تكلموا بلغة وأهل حلب يعرفوهم. من استجلبهم؟ استجلبهم المجتمع الدولي والصمت الدولي والصمت العربي ونظام بشار الأسد يتحمل مسؤولية. ناقض هذا التصريح على هذه المحطة الإخبارية العربية كلاما آخر جاء في أحد برامجها، لا على لسان ضيف من ضيوفها بل من فم مذيع لها يتبنى ما يقول، وإن كان ينسب الكلام لغيره. والغرباء بالنسبة له وصفهم بأنهم لا يشكلون إلا العدد القليل اليسير جدا ضمن صفوف ما يسمى الجيش الحر. هل يزيد عدد جبهة النصرة على 3000 مقاتل؟ وحتى لو كان هناك جهاديون في سوريا ببضعة عشرات. بعيدا عن تصريحات المعارض السوري ومذيع المحطة نفسها التي استضافت الأول، فإن مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو يصعب حصرها في تقرير واحد تتحدث أن من سماهم ضيف المحطة بالغرباء ومن سماهم غيره بالمجاهدين الأجانب يشكلون في صفوف المعارضة المسلحة أغلبية معينة تجعل الناظر في أمرها يفكر 1000 مرة قبل أن يطلق صفة سورية على تحركها وتشكيلها وانتمائها. كتيبة كتيبة مهاجرين وعطينا إلى بلاد الشام إلى أرض الشام امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولشرف هذه الأرض وكذلك لرفع الظلم من هذا الأرض ومن أهلها. Поставить шариат закон на этой земле и отсюда распространить на другие государства, на другие земли ислама. Я ихвани, я ихвати. عندنا فواتنا كثيرا، فرص كثيرة لنقيم شرع الله في هذه البلاد في هذا الأرض في هذا الأرض الله. لذلك لا نفوت فرصة هذه أيضا. فنتخذ الفرصة ونقيم شرع الله ونبذل جهدنا كلنا جميعا بيد واحد. لنقيم شرع الله في هذه البلاد وفي العالم كله. مقطع فيديو آخر يحكي قصة مقتل قيادي ومدرب في التنظيم المسمى جبهة النصرة. المدرب قادم من الشيشان واسمه أبو عبد الله الشيشاني. يحكي الفيديو كيف كان يدرب عناصر التنظيم الذي يقاتل عناصره تحت إطار المعارضة المسلحة. يحكي كيف كان الشيشاني يدربهم على زرع الألغام وتفكيكها، وكيف كان يخطط لهم تحركاتهم ضد مواقع ونقاط وجود الجيش السوري والتي قتل في إحداها. في المقطع المقصود لم يكن الشيشاني هو غير السوري الوحيد في تجمع المعارضة المسلحة هذا،
فكان هناك من يحكي مآثر الشيشاني من رفاق السلاح، ومنهم من كان تونسياً شرح الطريقة التي قتل بها الشيشاني حيث كان قريباً منه في موقع القتال. كانت الخطة أنه هو يتقدم يقتل الحراس ثم نهجم بعده، ولكن قدر الله أنه يعني لما صعد الهضبة انفجر فيه لغم، وكان يزحف لم يكن يمشي، كان يزحف على بطنه، فالله أعلم يعني اللغم انفجر في وجهه. وكذلك ليبي حكى ذكريات تخص من اعتبر فقيداً لهذه المجموعة، على اعتبار أن هناك الكثير من الفنون والخبرات العسكرية التي لم يعطها للمقاتلين قبل أن يسقط في إحدى المعارك. كان عبد الله الشيشاني رحمه الله يحب الجهاد ويحب الشباب المجاهدين، وكان يحب أن يعطي كل ما في طاقته لتجهيز هذه الكوادر لحمل الراية من بعده رحمه الله. عداك عن الراوي الأساسي الذي يعتبر صديقاً ورفيقاً قديماً للشيشاني في جبال القوقاز بالشيشان، واسمه مسلم أبو الوليد الشيشاني، وقدم على أنه القائد العسكري لكتيبة كاملة من الشيشان على أرض الشام. تحت ودين دول جهاد غير ديس وشاء مضح نيخصن قاهيقنا غير نيخصن هم ديود الشاوير هم الولد كرا دول الشاوير صاحة شين موك جوا دي قاحية قو الشاوير غجري شتي هادي عمبر قدر قدل شمان سا وجيب كشيتو شا يقتصر حوار باحنا. قد تسأل كثيرا عن كلمة سوري أو عن وصف سورية بين سطور هذه المجموعة على الأرض السورية، بينما تعتبر تحركاتها هي الركائز التي تقوم عليها أخبار محطات إخبارية تقدم الأمر على أنه ثورة سورية.